مع نورة المرعبي، مدير عام الجمعية اللبنانية الفرنسية للعلوم التقنية. متابع احنا وياكم لقاءاتنا لنعرف أكثر شو هو الموضوع. بنقول صباح الخير لنورة، صباح النور. أهلا وسهلا فيك. مغير علينا باللوك، ما هيك؟ هلا شوي عندها شوي. نورة، اليوم رح نحكي على الهواء عن مبادرة مع مطرانية عكار للروم الأرثوذكس، مركز القديس بولس، والجمعية اللبنانية الفرنسية للعلوم التقنية اللي حضرتك صحيح. بتشغل منصب المدير، حول هبة من الجمعية ضمن برنامج لإدارة المستوصف الطبي وإطلاق موبايل آب للناس. أول شيء نحن بنعرفك، وهذا الشيء سألتك إياه تحت الهواء، بمجال العالم الرقمي، وهذا التوجه لكل المؤسسات بالغرب عم بتروح باتجاهه لتسهيل أمور الدوائر الرسمية والدولة، صحيح. وبنفس الوقت تسهيل أمور المواطنين. اليوم كيف عم بترجموا العالم الرقمي بهيدا المشروع اللي أطلقته؟ يعني جمعية من اسمها الجمعية اللبنانية الفرنسية للعلوم التقنية، أنا ما بعدت عن عالمي اللي هو عالم التكنولوجيا والتحول الرقمي. الجمعية هي جمعية خيرية بتساهم بتنمية المجتمع. نحن بيزد عكار، بس نحن بنشتغل على كل الأراضي اللبنانية لخدمة الناس. كل واحد بيقول أنا إنسان عايش بهيدي البقعة الجغرافية اللي هو لبنان. نحن بنكون عم نعمل قد ما فينا، نخطط لنعمل مشاريع وإنيشيتيفز لتخدم الإنسان اللي عايش بلبنان. مبادراتنا أكيد كلياتها بتصب العالم الرقمي. كان عندنا مبادرات كتير من قبل. أول مبادرة يمكن أطلقناها وكانت الجمعية بعد جديدة أول ولادتها، هي كانت برعاية وزير العمل ووزارة العمل. بوجه تحية كبيرة للوزير الإنسان دكتور مصطفى بيرم، يلي أطلقنا معه تدريب للشباب بالمنطقة بعكار، والحلو أنه كانت بآخر بقعة بلبنان يلي هي على الحدود من العبودية. أطلقنا دورة تركيب وتشغيل الطاقة الشمسية اللي إجا وافتتحها شخصيا بعكار، ورجعنا خرجناهم وعملنا مبادرة أولى من نوعها عنا بالمنطقة، والحمد لله كانت نتائجها كتير مهمة لأنه في كتير نزلوا على سوق العمل من ممكن بعد. أسألك قد استفادوا من هذه أكيد. الدورة من بعد ما يعني خضعوا لتدريبات وتخرجوا؟ قد ايه خلقت لهم فرص حياة؟ قد ايه غيرت بمسار البلدة ككل بشكل صحيح. عام؟ لا انا اهلي قاعدين هونيك، بس يصير ما عندهم مشكل بالسولر سيستم بدي لهم انا كنا تلميذ معكم بالدوره اللي عملتها الجمعيه، فبيفرق، بيكبر قلبك وبتشوف اللي تخرجوا من الدوره اللي اخذوا نالوا شهادات صادره من وزاره العمل، مش اي شهادات. كمان بدقوا لك بيقول لك انا فتحت مصلحه، انا صار عندي شغل، وظفت معي عالم. فهدفنا مش انه نعمل انيشيتيفز ونعمل منها طن ورني مثل ما بيقولوا، ما يكون في عندها امباكت على المجتمع، تكون فعاليتها على الارض 100%. ملموسه. صحيح. فاي مبادره نحن بنقوم فيها بنفكر شو رح يستفيد الانسان، شو السستينابيليتي تبع اي مشروع ممكن نقوم فيه. طيب هيدي المناطق اللي عم تزوروها من عدة يعني أشهر وببرامج مختلفة دائما لتواكب العصر والعالم الرقمي، التجاوب كيف عم بيكون؟ يعني لما عم بتقولي له حضرتك أشرت وكأنه آخر منطقة على الحدود. صحيح. كأنه منطقة يعني منسية، هي منطقة العبودية بنسمعها بس بالأخبار. صحيح. حيث يعني تهريب من ما فتحوا رزق، يعني بشر وغير يعني مواد تانية. كان في قبول؟ يعني جيل هالشباب والصبايا عندهم هيدي الرغبة بس ما حدا عم بيطلع فيهم؟ في عم بعطي اكزامبل العبودية يمكن بينطبق على كثير من المناطق اللي عم بتزوروها. صحيح. في تعطش، في تعطش كتير كبير لأي مبادرة ممكن أي شخص أو أي جمعية أو أي مؤسسة تقوم فيها. يعني قمنا بهيدي المبادرة وكان في إقبال كتير كبير من الشباب والصبايا، حتى صبايا كانت مهتمة إنها تاخد هيك نوع دورات مش بس الشباب، مع أنه الإيمج تبعيتها بتقول لا شب لازم يجي. صح. لا، في بدهم هيك مبادرات، متعطشين لمبادرات من أي شخص. نحن بادرنا لعله
هو بيكون في هيدي الغيره الايجابيه من بعض من غير جمعيات ومؤسسات، انه ايه مش بس بطرابلس، مش بس ببيروت، مش بس بالمدن الكبرى، خلينا نطلع على هيدي المناطق اللي هي والضيعة اللي هي حدوديه او على الاطراف، شوفوا شو بدها، خصوصا بالازمات اللي عم نمر فيها، يعني أزمة البنزين والغلاء، ما بقى قادرين الشباب ينزلوا مثل قبل على المدن ياخذوا دورات أو تطوروا من حالهم 100%. فلازم نروح على هيدي المناطق يلي ما حدا يمكن بيفكر فيها، ونقول له نحن موجودين لخدمتكم، ولنطور ونفتح آفاق جديدة لكم. نعم، خلينا ننتقل لتطبيق زوم، من بعدها نرجع شوي نحكي عن أهداف هيدي الجمعية، شو نشاطاتها على مساحة الوطن، المشاريع المستقبلية، قد ايه عم بيكون في تجاوب؟ يعني نوهتي بمعالي وزير العمل، ما بعرف بدنا نشوف نواب المناطق اللي عم تقصدون، عم بيصير في كلاش بينكم وبينهم، انه عم تاخذوا دورهم بركي، او هن بدهم يكونوا موجودين كمان تما تصير شغله هيك فيها افاده للمنطقه او للبلده، وهن منهم معنيين فيها، اللي عم تعرف في عوامل سياسيه وسنتين زمان جايين على انتخابات جديده. ما بدي فوتك بهذا الزروب، بس هيدا بس هيدا واقع. خلينا ننتقل لسيدي جوليات درغام حيدر، مديرة مركز القديس بولس للخدمات الشاملة عبر تطبيق زوم. صباح الخير ستنا. صباح النور، يعطيكم العافية. الله يعافيك. كونك مديرة مركز القديس بولس للخدمات الشاملة، أول شيء عارفينا شوي عن هيدا المركز، بعدين بالسؤال الثاني كيف التعاون كان مع الجمعية اللبنانية الفرنسية للعلوم التقنية، شو تركت أثار إيجابية وقد ريحت الناس بالتعامل مع مركزكم؟ أول شيء يعطيكم العافية وصباح الخير لك ولضيفتك مدام نورة. نحن مركز رعاية صحية تابع لشبكة دائرة الرعاية الصحية الأولية وزارة الصحة. كمركز رعاية نحن هدفنا هو الاستمرارية، لأنه مراكز الرعاية لها دور كتير كبير، مش بس وقت بيكون في أزمة اقتصادية، نحن هدفنا أنه نضل استمرارية حتى لو ما بقى في أزمة اقتصادية، لأن مراكز الرعاية الصحية الأولية هي بدول العالم كلها كثير مهمة، أهم من العيادات ومن المستشفيات، ودور الدولة أنها تأمن الصحة المجتمعية لكل الناس. هلا المبادرة اللي عملناها مع مدام نورة كجمعية الفرنسية هي هدفها أن نوفر على العالم بهالأزمة هيدي ماديا اقتصاديا، تعب على الطريق، شو بدي أقول لك إياها، يعني كيف أي شيء بيقدر يوفر على المواطن ما يدفع من جيبته نحن عم نجرب نعمل. هيدا كهدف مركز القديس بولس للرعاية الصحية اللي تابع أساسا هو لبرشيت عكار للروم الأرثوذكس. نعم. مدام درغام حيدر، كيف كان تفاعل المواطنين اللي مستفيدين من خدمات هالمركز؟ يعني تأقلموا مع فكرة يعني هالموبايل آب، لأن يمكن الجيل اللي قبل ما كتير بتكنولوجيا، جيل الشباب، ولو نقول شباب أكيد ما بنستثني الصبايا، جيل صحيح. الشباب اللي هن شباب صبايا ذكور وإناث، كيف كان التفاعل؟ قديه الأولاد عم بيساعدوا أهلهم ليمكن ياخذوا مواعيد أو يسألوا عن الأدوية إذا موجودة؟ مثل ما أشرت حضرتك ومثل ما أشارت نورة، اليوم بظل يعني غلى البنزين والأوضاع الاقتصادية بدنا نعمل حساب ألا نقلة، ألا تدويرة سيارة تنروح فيها إن شاء الله مشوار كيلومتر. هلا نحن بصدد اسا ما نزلناها فعليا على الارض وما عم نشتغل فيها فعليا، لساتنا نحن بدوره تجريبيه. نعم. لانه لتاخذها من البلاي ستور والاب ستور بتاخذ شويه وقت، وقبل ما نطلعها لتصير بين ايادي كل الناس بده يكون كل التليفونات قادره تنزل هالتطبيق المجاني. بس المرضى اللي هن عم يجوا لعنا واللي نحن عم نعلمهم واللي عم نقول لهم هيدا التطبيق بده يصير موجود بين ايديكم، اول رده فعل كانت للعالم، وهيدا انعمل للي ريبورتاج ومدام نورا هي اساسا عملت استبيان مع الناس، كان انه اول رده فعل كتر خيركم وفرتوا علينا. لانه وقت المريض بتطلع نتيجه فحوصاته وبده يجي من اخر الدنيا لياخذ ورقه ليفرجيها للحكيم، هي تانكة بنزين حقها مليون ليره. مجرد انت سهلت عليه امور حياته وسهلت عليه انه ما يدفع كثير مصاري بكون وصلت للهدف المتكامل، صحه مجتمعيه بتكلفه اقل. ودائما المراكز بتتطور بتطوير ادائها، يعني الابلكيشن اللي قدمت اياها مدام نورا مع السوفت وير اللي نحن عم نجرب حتى نخفف عن البيئه وتكلفه وراء وين بدنا نروح فيهم وبدنا نتلفهم، هيدا بحد ذاته للمجتمع كثير منيح. طبعا تفاعل الناس اكيد، المريض او الشخص مين ما كان يكون، بس تقول له نحن حنعطيك خدمتك صحيا تقدر تكون بدون ما تدفع عليها مبلغ عالي، تحط معاشك كرمال تجيب ورقه دواء، حيقول لك شكرا.
حيكون كثير مبسوط ومرتاح، بس على القليل يكون قايلين له صح كيف بده يشتغل وكيف بده يتصرف، ونقدر عظيم. على القليل نساعده يكون في انترنت ليقدر يفتح الابلكيشن. عظيم. جولييت بدك تقولي شيء لنور قبل ما نودعك. نور بدك تقولي شيء لجولييت على كاميرتك نورة. المشوار بلش جولييت وهي بتعرف وسيادة المطران بيعرف، هيدي خطوة أولى، إن شاء الله رح يتليها خطوات تانية كتير ومشاريع تانية كتير، لأنه سيادة المطران عنده رؤية ومنفتح جدا وحدا كتير بيحلم بخدمة الإنسان، فنحن رح نكون موجودين حدكم وإن شاء الله المشوار ابتدى جولييت نحن وياكم إذا الله راد. جولييت بدك تقولي شيء لنورا ومن أول خلالك شيء وصلي لأهل المنطقة. أول شيء بدي أقول لها لنورة عكار بتفتخر فيك، عكار بتفتخر إنه في أشخاص عم تفكر فيها بالوقت اللي ما حدا عم يفكر فيها. وأنا على الصعيد الشخصي وعلى كممثلة لمركز القديس بولس وتواجدت معنا وسيدة المطران وجه لها كلمته وعطاها هو الأشياء اللي هي بتستحقها كشخص عم يضحي كرمال منطقتها. نعم. أكيد المشوار معك ما خلص مدام نورة، لأنه أهدافنا وحدة اللي هي أن نساعد الإنسان قد ما بنقدر صحيا. نعم. جولييت، جولييت درغام حيدر مديرة مركز القديس بولس الأخدين الشاملة، بقول لك شكرا لإطلالتك معنا، وإن شاء الله بيكون لنا فرصة هيك منزوركم بالعبودية وبنعرف أكثر ونطلع على المركز وعلى خدماته. شكرا لإطلالتك معنا بيوم بس جديد. بس لصالح، نحن مركز القديس بولس مطرانية عكار الشيخ طابة. شيخ نعم طابة. اوكي اوكي شكرا لك، شكرا للتوضيح. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. اسم الله قد ما هيك التشابك العمل الجماعي صحيح. اكثر من مرجعيه. نوره كنت عم بقول لك جمعيتكم قد ايه صار عمرها؟ ما عمرها سنة ونص، بعدنا جداد. الأهداف اللي على أساسها أنشئت وأقيمت هيدي الجمعية هيك؟ يعني عمل اجتماعي إنساني؟ أكيد أكيد، نحن لما قررنا نأسس الجمعية كان هدفنا نعمل تغيير بالمنطقة. من أهداف الجمعية اللي بيعرف الجمعية ومتابعنا منيح على السوشيال ميديا، هدفنا تمكين الشباب بكل شيء له علاقة بالتكنولوجيا والتحول الرقمي. إن شاء الله عنا حلم كبير أنه نعمل معهد أو مركز تدريب فريد من نوعه باختصاصات جديدة لها علاقة بالتحول الرقمي. هيدا الحلم الكبير يلي عم نشتغل عليه نحن والمجموعة، وإن شاء الله منوصل له. بين ما حققنا الحلم الكبير نحن عم نشتغل على انيشيتيف صغار منفتحين على الكل. يعني بعد ما عملنا واطلقنا الانيشيتيف مع سيادة المطران، نحن كمان عم نسعى مع دار الفتوى بعكار نعمل انيشيتيف جديدة، وان شاء الله بس تبصر النور نحكي عنها اكثر. وبالنهاية مثل ما قلت انت، مشان نحن هدفنا خدمة الانسان، منفتحين على كل العالم، كل النواب، كل فعاليات المنطقة، ودائما لما نعمل اي شيء بندعيهم كلهم ليكونوا موجودين، لانه هدفنا مش سياسي، هدفنا مش ظهور اعلامي، هدفنا الانسان فقط وخدمة الإنسان. يعطيكم ألف عافية، ومن خلالك تحيتنا لكل أعضاء الجمعية. نورة المرعبي مدير عام الجمعية اللبنانية الفرنسية للعلوم التقنية، أهلا وسهلا فيك بيوم. أهلا فيك إلي. مشاهدينا بنروح إلى فاصل إعلاني، من بعدها منتابع لقاءاتنا نحن وياكم. سحر وأنا بقي معكم لل 11:30.